بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن واقعة إعدامات 1987 فبراير، 17 فبراير 1987، والتي أعدم فيها 9 من شباب الوطن، 6 مدنيين أعدموا في المدينة الرياضية شنقا وعلنا، و3 من العسكريين كل أعدم في معسكره. تلينا قرارات الأحكام التي أصدرتها المحاكم، المحكمة الأولى بقيادة عبد الفتاح يونس، المحكمة الثانية بقيادة البشاري، وصلنا إلى الإعدامات في المحكمة الثانية. نواصل سرد باقي الأحكام. حكمت المحكمة بالعزل، أنا أتحدث عن المحكمة الثانية برئاسة البشاري، حكمت المحكمة بالعزل عن المجتمع الجماهيري. تصور يعني مصطلح جديد، مدى الحياة يعني مؤبد، وهم محمد السيد عبد الرازق، محمد جمعة سعد الشاعري، عقيلة مفتاح البسيكري، أبكر أو أكرم يعني الحروف متداخلة، سالم كار الشحومي، سالم عبد السلام عبد الله، فتحي حامد الزوي، محمد يوسف محمود، جمال سالم علي الفتوري، صالح عبد الله حسن البدري وهو ابن عم عصام البدري احد الضحايا، حمد فوزي محمد او احمد فوزي محمد المهدي، منصور فتور، فرج محمد علي الفلاح اخو احمد الفلاح احد الضحايا، عياد المهدي محمد، عطره او فطره او شيء مره اخرى الحروف متداخله، قد إن شاء الله نعرف الأسم الحقيقي. ثم باقي الأسم: سالم جابر الفتوري، مصطفى صالح عاشور البرعصي، جمال عبد الله أبو هادي، حسن عثمان قطيط الحاسي اللي هو الشيخ، هؤلاء بالمؤبد. طبعا خرجوا في 1988، سجنوا سنة أو اثنين يعني من 86 من صدور الأحكام إلى ما عرف بأصبح الصبح، خرجوا. لكن هذه هي أحكام الإعدام. ثم على مجموعة أخرى وحكمت بالإنذار النهائي، بالإنذار النهائي مع سحب جوازات سفرهم ووضع أسمائهم في قوائم الممنوعين وعدم تكليفهم بوظائف قيادية في كافة الإدارات الشعبية، وهم يوسف عبد الرحيم عبد الله في نفس القضية، فوزي صالح بشير البرغثي، مسعود عبد الدايم الشهيبي، المهدي منصور أحمد، محمد سعد عبد السلام الشاعري، خالد محمد سعد، احتمال يكون هذا خالد الأخ اللي في الصاعقة أو في القوات الخاصة كانت تسمى في ذلك الفترة، محمد سالم سعد بشير الفتوري، خالد المبروك سليمان الميار رئيس عرفة أعتقد في الصاعقة، سالم عبد الرحمن المنفي، محمد مسعود أرول فلي، نفس القبيلة ونفس القضية. هنا عندي وقفة، نحن دائما نقول أحمد مصباح أرول فلي، أحمد مصباح أرول فلي، هو يسمى باسم قبيلته وهذا شخص آخر، شخص آخر يعني حكم عليه في هذه القضية. فقضية ورفلي لا يعني أن كل ورفلها، هي نفس القضية نفس الأسماء، واحد في هذا الطرف والورفلي الآخر في الطرف الثاني. وأيضا العبار، العبار الشهيد العبار الذي أفشى، هرب طبعا في قضية فاتتني أذكر بها، بعد مقتل أحمد مصباح الورفلي، بعد أن قتلوا أحمد مصباح الورفلي هرب منير مناع والبرعصي صالح البرعصي، هربوا إلى مزرعة صديق فوزي البرغثي وبقوا فيها البعض يقول أسبوعين ثلاثة، يعني تواتر اختلفت الفترة، لكنهم فترة طويلة كانوا يبحثوا عنهم في ذلك الوقت. سبحان الله تسربت أخبار عن مكان تواجدهم الذي وشى بهم قريب العبار، قريبة جدا. فهذا العبار وهذا العبار،
وهذاك الورفلي وهذا الورفلي. فقضية القبيلة يعني علينا أن نراجع أنفسنا وثقافتنا في موضوع القبيلة. إذا كان القبيلة كونك من العيث العبار لم تنجيك من أقرب أقربائك، كونك ورفلي لم تنجيك من أقرب أقربائك. فلذلك هذه قضية يعاني منها الوطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى أجيال لحل قضية القبيلة. أبو لهب أعوذ بالله منه من قريش، وحبيب صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من قريش ومن بنو هاشم هم اثنين. فقضية انتمائي لقبيلة لا يعني أن أقبل كل ممارسات القبيلة أو فرد من القبيلة، من عائلتي ومن قبيلتي، برعصي، نايلي، غرباوي، شرقاوي، جنوبي، لا يهم. يعني يهم هو أفعال الشخص، أفعال الشخص هي اللي تشرفك، وأنك أنت تحب أن تنتمي لإنسان أفعال صالحة في صالح نفسه، في صالح أسرته، في صالح الوطن، في صالح دينه. هذا هو الشخص الذي تفتخر بأن تنتمي إليه. أما أن أنتمي لإنسان مجرد أنه يحمل اسمي وهو قاتل ولا سراق ولا فرماط ولا إنسان يعني أقرب الأقرباء، العبار بص عليه يعني في مكان المزرعة اللي هربوا فيها ومش عارف إيش، وأحداث كثيرة، أحداث كثيرة عبر 42 سنة، أناس من أقرب الأقرباء أضروا ببعضهم البعض، نفس القبيلة، نفس العائلة، نفس البطن أحيانا. ولذلك علينا أن نراجع يعني إلى من ننتمي، يعني ننتمي إلى العمل الصالح الذي يقوم له مهما كان. إن شاء الله ما يتكلمش حتى لغتي، يعني الإنسان يحب قبيلته، يحب لهجته، يحب ملابسه، يحب طعامه، يحب المكان اللي ولد فيه، المدينة، القرية، أصله، ما فيش مشكلة تفتخر بها وتحبها. ولكن الوطن أعلى والقيم أعلى، أحبها لما أدير القيم الصح أرتبط به. ابن عمي أو صديقي أو من قبيلتي لما أدير الحاجة الصح أفتخر به، لما أدير الخطأ خطأ خلاص. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله كيف ننصره ظالما أو بمعنى الحديث أنك أنت تدل على الخير وعلى الصح. لكن للأسف الشديد ما نراه اليوم مجرد انتمائك لقبيلتي إن شاء الله تقعد قاتل، إن شاء الله تقعد مدمر مفسد، يعني أحميك ودافع عنك ولا أرفع عنك الغطاء الاجتماعي، ودمرت الوطن. الضحية دائما هو الوطن. مرة أخرى نحب قبيلتنا مكاننا، لكن القيم والوطن أعلى. وهذه عبر الله سبحانه وتعالى يعطي فينا عبر، كل حادثة نخرج منها من عبر. ها هو الورفلي جلاد، والورفلي آخر حكم في نفس القضية، العبار والعبار، وقصص كثيرة تواترت عبر هذه الحلقات وعبر ما لم نذكره من حلقات. أن ابن عمك أو قريبك أو صديقك أو الذي ينتمي إلى قبيلتك لا يعني بالدرجة الأولى أنه رجل يقدرك أو يحبك أو يخاف على مصالحك أو تنتمي إليه وكذا. وهكذا نكون بإذن الله نصلح الوطن مرة أخرى. الأمر يحتاج إلى زمن طويل. نواصل القائمة: عصام أحمد صالح التجوري، صلاح الدين عبد المجيد، عبد القادر محمد، محمد الأجطل، أحمد الطاهر بوشريفة، وعثمان عطية، عبد الله البرعس. هناك مجموعة أخرى لم أراها في القائمة الثانية: محمد الجهمي، فوز المادوي، سالم الشيخي. سالم الشيخ كان إعدام لكن على خلفية في هذه القضية، بس على خلفية قضايا أخرى كاد أن يعدم أيضا، ومع مجموعة أخرى. إذن هذه المجموعة الأخيرة يسحب منها جوازاتها وكذا، وتهدد ولا تمتلك كذا، ثلاث مجاميع إعدام مؤبد، وخرجوا أغلبهم في 1988. مرة أخرى ذكرنا بهروب منير مناع وصالح العبار في مزرعة زميلهم فوز البرغثي، ووشاية أحد أقرباء العبار في هؤلاء، وهكذا كيف قبض عليهم وأوتوا بهم للتحقيق. نعرف أسماء اللي وشى بهم ونعرف حتى صلة القرابة، لكن أهم شيء أنه هو الله سبحانه وتعالى يدري، وهو يدري أسماء أيضا. نتحدث أثناء الشنق، عملية الشنق تم، كانوا يركلوا فيهم ويضربوا فيهم، حتى المحجوب كان وراه واحد كرمكم الله أعوذ بالله سخيف جدا، يستفز به من وراء، يستفز فيه، هم مش شايلين المشنقة. التفت وراه المحجوب أحد الضحايا الذين شنقوا المدنيين وضربوا براسه يعني لعند أوقع أرض. بعد ما شنقوا المحجوب جاء هذا الشخص من فزان الهادي اسمه هو، جاء هذا الشخص وصفع أو بصق صفع الضحية وهو مشنوق. هناك صفعة أخرى شهيرة في ليبيا والشنق، فنوش أخو الأخ هذا اللي في البرلمان، فنوش شنق في على خلفية أحداث 1984 التي سنتحدث عنها بإذن الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى. اللي شنق فيه هذاك يحط له في المشنقة فبصق عليه فنوش
عبد الباري فنوش رحمه الله بصق على اللي بشنجة، فاللي بشنجة ضربة كف، بعد ما شنجة قدأت الجثة تبرم. النظام ما جابش البصقة تاع عبد الباري فنوش، جاب الصفعة بس. هذا الرجل تقريبا كرر نفس الشيء، كان يستفز في الضحية وهم شيرين المشنق، التفت عليه ضربة ضربة، وبعدين لما شنق مرة أخرى مشاله وصفع الضحية وهو متوفي مشنوق صفع كف. تسرب قرآن في الميكروفون اللي واحد اسمه علي الشهيبية كان يقرأ في الأحكام الشهداء الستة المدنيين، فتسربت قراءة قرآن على الميكروفون بتاعه، فبدأوا يضربوا في الشهداء ويركلوا فيهم وغضبوا جدا جدا. أيضا الشهداء نفسهم كانوا يركلوا في آيات فكانوا يضربوا فيهم، كل ما يرفعوا أصواتهم بآيات القرآن الكريم كانوا الزبانية هذوم أعوذ بالله منهم الكلاب المسعورة كانوا يضربوا فيهم وغنوا ويهتفوا أعوذ بالله. شوفوا في الفيديو يعني نحن وين عايشين ما نش عارف في القرن الواحد وعشرين. حصلت مظاهرات في الخارج، حصلت مظاهرات في الخارج احتجاجا على هذه الأحكام، منها واحدة في بريطانيا. بعد هذه الحادثة، بعد هذه الحادثة سبحان الله مرت عارف بن عامر شقيق هدى بن عامر حسب ما تواتر في هذا المصدر وشلة أخرى من اللجان الثورية، علي الشيباني كبير يبيع حتى وفي خيار وطماطم، تصوروا يعني بعد من قتل المصباح وبعد الشنق وبعد التسعة نزلوا ضربوه ومزطوا له خضرته، يعني يا سبحان الله ممارسات غريبة غريبة جدا. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى نتمنى قبل أن أنسى، هذه على فكرة أول عملية منظمة ومنهجة ضد النظام، إرهابية ضد النظام كان دائما يرهب فينا، هذه أول عملية كانت ضد منظمة وفتحت باب لقضايا أخرى مستقبلية. سنتحدث الآن عن ما تحصلنا عليه من معلومات عن هذه الضحايا فردا فردا. فعندنا الشهيد منير مناع، نبدأ بالشهيد منير مناع، من مواليد 1958 في مدينة بنغازي، رياضي وملاكم مع نادي الأهلي، محل الإقامة في بن يونس، يتبع الكتيبة 323 صنف الصواريخ، عسكري من دفعة جيش المدن، قاعد بقى في الجيش 9 سنوات، خدم في الإدارة العسكرية في معهد المعلمات، اشتغل في معهد المعلمات في خدمة الإدارة. شن كان يدعو للحجاب، فتحجبت على يديه العشرات ما شاء الله من نساء ليبيا، جاء أغلبها للعزاء بعد شنق منير مناع، الكثير جاء من البنات اللي كان سبب في أنهن يرتدي الحجاب جاء للعزاء، وكان يواصل في دراسته في المساء، كان منير يواصل في دراسة مدرسة الليلية، وكان يصلي في أحد المطابع القريبة مطبعة بالخير، مجتهد جدا في دراسته، صاحب خط جميل ولغة عربية رائعة ممتازة، كان يتحدث اللغة الإنجليزية أيضا، اجتماعي ومرح ومحبوب جدا جدا بدون حدود بدون حدود، وكان رجل نقوله رجل صباي يعني في المواقف يعتمد عليه، متزوج وله كريمة بنية اسمها آية. بعد منتصف الليل لما قتل مصباح الورفلي، بعد منتصف الليل طرق الباب الزادمة يخبط على باب، فخرج عم منير يسمى مفتاح، وأخذوهم العائلة كلها، أخذوا العائلة عن بكرة أبيها ثاني يوم، أخذوها للسجن، نساء على أطفال على شباب، من الرضيع في بنية عمرها 3 شهور إلى سيدة عمرها 90 سنة، الجميع، أصغر متهمة سياسية 3 شهور وأكبر متهمة سياسية في ليبيا 90 سنة، كلهم شالوهم في أتوبيس ثاني يوم، وجن سيارات 504 جدد، يعني عالم، كانت حادثة مشهورة جدا. مشان النساء لسجن النساء كانت تشرف عليه هدى بن عامر وواحدة أخرى اسمها زاهية، وأخذ الرجال لتقريبا أمن جماهيرية وما إليه. الأسرة تتكون من طبعا السيد والد السيد منير والوالدة الكريمة وثلاث كريمات، ثلاث بنات جميلة وخديجة ونعيمة، ثم الأولاد حسين وسعيد وعمر ومنير بالطبع، وأيضا كانت هناك كريمة أخرى من أم أخرى اللي هي سيدة بدرية تسمى تدرية، حتى جيران كانوا جيران في زيارة في ذلك اليوم للأسرة أخذوهم معهم، وكانت سيدة يعني تستضيف الأسرة لفرح لعرس، أخذوهم معهم جميعا، أخذوا الجميع مرة أخرى كما ذكرنا من الرضيع إلى
سيدة عمرها 90 سنة، وحتى الشباب من الشارع أيضا كانوا يعني. عذب مفتاح عم منير عذاب شديد، الجميع عذب، الجميع عذب عذاب أعوذ بالله يعني لا يطاق كعادة نظامنا. عذب نسيب الأسرة أيضا السيد المبروك الغرياني عذاء إلى أن كسرت يده، نفس يعني توصل العذاب والفلقة والتهذيب والضرب لعند أن كسرت يده. تصور إنسان رجل ينكسر يده، شوف شدة العذاب والضغط والكذا. أخذوا الرجال، أخذوا إلى هيئة أمن جماهيرية تحت سلطة الوزري، سجنوا من 2 إلى 3، البنات النساء 1 أسبوع تقريبا سجنا، والشباب بقوا والرجال تقريبا 3 شهور. والد منير رحمه الله كان في رومانيا في ذلك الوقت. الأسرة منعت أن تقوم بالعزاء أو خيمة، لكنهم أقاموا عزاء ووضعوا مخبر في آخر الشارع، وسيارات الأمن ماشيات جايات في نفس الشارع متر كانش الشارع. طبعا المصنع الحلوى اللي تم فيه الجريمة هدم بكشيك، ثم نفس الكشيك جاء الكشيك يبي يهدم حوش منير المناع على الأسرة. فخرج الوالد حضر العزاء، ما حضرش مقتل أحمد مصباح، كان في الخارج، كان في رومانيا، لكن في العزاء حضر الرجل. فكان الكشيك متجه نحو البيت بهدة، خذ السطور، وشخصية هذا شخصية ليبية رائع، هذا كاتب كبير محمد عبد الوهاب مناع سنتحدث عنه إن شاء الله. خذ السطور واتجه للكشيك وقال سأموت على ما مات عليه ابني، وماشي شور الكشيك بيهجم الرجل، وجو معاه الشباب والنساء أيضا وقفا، والعالم منعوهم من فعلا أن يهدموا البيت. كثرة الخروج وراء السيد محمد عبد الوهاب مناع والد منير والنساء والعالم والفوضى اللي داروها خوفت النظام من أن تنتشر انتفاضة أو الغضب، فيبدو تغاضى عن هدم البيت. هذه هي بعض الأشياء على السيد منير. عندي صورة وهو ملاكم، وصورة أخرى في يوم فرحة بإذن الله المشاهد يراها. ثم عندي هذه البطاقة، بطاقة هذه لكل متهم، موجودة عندي من المتهمين 9، فيها هذه المعلومات: الاسم الرباعي، رقم البطاقة الشخصية، مكان صدورها، محل الإقامة بن يونس بنغازي، مكان وتاريخ الميلاد، اسم الوالدة السيدة فطومة أحمد الشهاوي، المهنة القوات المسلحة، صمت صواريخ كتيبة 322. هذه المعلومات الرئيسية، ثم بيانات عسكرية، رقم الجندي موجود، القوات المسلحة وكتيبة، تاريخ الإيقاف 11 أغسطس 1986، تاريخ الإفراج، تم تنفيذ حكم الإعدام بمعسكر الصواريخ، جهة الإيقاف الأمن الداخلي، أسماء المحققين: عبد السلام الزادمة، علي الزلاوي، طيب المبروك، سالم المقروس، عمران حميد السوداني. عمران حميد السوداني هذا ضارب والدة منير بالأخمص، قريب كسر لها كتفها، سيدة ممكن بلغت في ذلك الوقت في 50، ضربها، قاتل من التصفية، من جماعة التصفية جاي يحقق مع شباب. نوع القضية ما يسمى قضية أحمد مصباح. رقم القضية لا يوجد. تم تنفيذ حكم الإعدام بمعسكر الصواريخ الرحبة رميا بالرصاص في 17 فبراير 1987. ضمن المتهمين أيضا، بعدين مسمين باقي المتهمين في نفس القضية: علي حمد الحشيبي، صالح العبار، علي عبد العزيز حسن، أحمد الفلاح، سامي الزيداني، سعد خليفة الترهوني، المحجوب السنوسي، عصام عبد القادر البدري. علي عبد العزيز حسن هو علي البرعصي، هو ليس برعصي، ومسمى برعصي على خوالة براصة، فهو حب أن يسمي روحه براصي، ما فيها شيء هذه، فيحقق معي يقول أنت مش براصي، اسكت ما تقولش أنت براصي، يعني إهبال وفوق إهبال. فهذا ما أملك عن منير، وكلما إن شاء الله تواترت لنا معلومة سنشارك بها المشاهد الكريم. الآن والد منير، شخصية ليبية كبيرة جدا، هو الكاتب المشهور محمد عبد الوهاب المناع، رجل مناضل وجزء من تاريخ ليبيا. مرة أخرى، الأسرة كما ذكرنا متكونة من السيدة فاطمة الشهاوي من طرابلس، من مدينة طرابلس. أكبر الأولاد منير، ثم حسن، ثم سعد، ثم عمر، وثلاث كريمات، وكريمة أخرى كما ذكرنا من الأم لأنها جميلة، وخديجة ونعيمة وبدرية. أنا طبعا استأذنت في ذكر أسماء البنات وكذا من الأسرة الكريمة. الوالد كاتب من مواليد 1930، أكاديميا أنهى الابتدائية فقط، سبحان الله،
أنهى الابتدائية وكاتب 52 إلى 60 كتاب. الأستاذ محمد من الناس اللي ينشروا له كان البهلول نشنوش من طرابلس وكان مكتبة الفرجاني، من بعض إنتاجه قاموس الدليل إنجليزي عربي، القبائل والأنساب العريقة في ليبيا، أربع كتب في تعليم اللغة الإنجليزية، منها كتاب أحمد الشريف جهاده وحياته، قريه الكتاب هذا واستعنت به في كتابي جذور الصراع في ليبيا في 92. كاتب أيضا السيد محمد عبد الوهاب المناع والد الضحية منير، كتاب اسمه صالح عن صالح لطيوش، يوسف تشفين، يوسف بن تشفين، الصحراء الليبية، خيبة الأمل السعيد، النباتات النادرة، الجدار الحديدي، الكائنات البحرية، وكتاب ليبيا في مفترق الطرق. كتاب ليبيا لم يطبع ولم ينشر، سبب له مشاكل في عهد الملك إدريس. كاتب هذا الكتاب ليبيا في مفترق الطرق، كان راكب في فيزبا هو ورجل حماد من أعمدة من أسس الأخوة المسلمين زمان القدماء التاريخيين، كان ويا على فيزبا شليل الكتاب لا ورفض طرطش الكتاب، فجمعوا يحسبون منشورات وكذا، سجن 3 سنوات، أعفى عنه الملك إدريس رحمه الله، نفي إلى الجزائر. أول صوت عربي يتكلم فيه، من أوائل الأصوات العربية تكلمت في الإذاعة الجزائرية، كان هو السيد محمد عبد الوهاب مناع. تحصل على لجوء سياسي في الجزائر، عمل في الإذاعة الجزائرية، كان محرر بالأخبار العربية، معروف بنظافته وذمته المالية. قصة عجيبة جدا 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 نختم بها هذه الحلقة، قصة رائعة نادرة نحتاج إلى أن ننشرها في وطننا. هذا الرجل أول مجال انقلاب 1969 اشتغل في مجلة الثورة، صحيفة رئيس تحرير صحيفة الثورة في 1960، ترك في فبراير 70 منذ وسنتحدث في الحلقة القادمة عن سبب تركه، لأن النقطة اللي بنحكي عليها أن راتبه لم يتوقف، الدولة قاعدة تحطه في راتبه هو ما يشتغلش، فيني لم يستلم منه قرش واحد، ما قربش منه قرش، عمره ما سحب من المبلغ كان قادر أنه هو يأخذ. فهذه نادرة حقيقة نحتاجها هذه الأيام. شخصية محمد بن مناع شخصية مليئة بالنضال، مليئة بالأمانة، مليئة بالإنتاج، بالعطاء، مليئة بكل شيء، وسنواصل حديثنا بإذن الله عن هذه القضية الحساسة في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.